بيان صحفي بخصوص قضية إنشاء مركز بيداغوجي لأطفال التوحد بدون رخصة. بناء على معلومات تحصلت عليها مصالح الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني بقسنطينة بتاريخ 20/12/2019، مفادها وجود مركز خاص للتكفل بالأطفال المصابين بمرض التوحد كائن مقرها بوسط مدينة قسنطينة. تأوي هذا المركز يأوي أطفال قُصّر ودون الحصول على رخص من الجهات الوصية. مباشرة أمرنا بفتح تحريات في الوقائع وإجراء المعاينات اللازمة، وهذا بحضور المصالح المختصة التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي. وبعد تنقل عناصر الضبطية القضائية للمعاينة، اتضح أنه عبارة عن سكن فردي مملوك لأحد الخواص، وأن الأشخاص المنشئين له لا يحوزون على أي رخصة أو اعتماد يسمح لهم بفتح هذا النوع من المراكز المتخصصة، والتي تخضع في مجملها لشروط قانونية وتنظيمية محددة طبقا للقانون. كما تم العثور في المبنى على 31 طفل بين ذكر وأنثى تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة، ممن تم وضعهم من طرف أهاليهم بهذا المركز الوهمي قصد العلاج. وعلى إثر المعاينات التي تمت تبين أن الوضعية التي وجد عليها هؤلاء القُصّر لا تستجيب إطلاقاً والشروط الصحية أو التربوية اللازمة، فضلاً على احتمال تعرضهم إلى سوء معاملة وأعمال عنف جسدية. هذا وقد أسفرت المعاينة على أن المكان المخصص كمرقد لهؤلاء القُصّر لا يستجيب للشروط الإنسانية الواجب توفرها، خصوصاً إذا تعلق الأمر بقُصّر غير مميزين.